وضعك في الصورة غايتنا. السلام عليكم، مرحبا بكم في الفيديو الجديد. الجزائر كيف ما سبق لي قلت لكم بانهم منذ ان اعلنوا نيتهم ترشح لاحتضان كاس افريقيا 2025 دخلوا في حرب نفسيه لان اسم المغرب مطروح، وملي كيتطرح اسم المغرب صافي دغيا كيبداو بالكواليس وكيبداو بالمؤامرات وداروا لينا وفعلوا لينا، والرئيس دخل والرئيس ساوى هضر والدبلوماسيه غادا تحرك، وكيخرجوا من المجال الرياضي وكيبداو يهضروا في المجال السياسي. يعني ما كاينه غير مؤامرات والكواليس والدبلوماسيه، والإعلام ديالهم جالس كيناقش كيفاش يمكن لهم الإطاحة بفوز القجع في المجال السياسي. عندهم ناصر بوريطة مرضهم، كيمشيو للأمم المتحدة كيلقاو واحد السيد تما ما كان غير الشنشيط السيد عمر هلال، وفي المجال الرياضي كاين فوز القجع. وهنا غادي نسمعوا كيفاش الإعلام الجزائري كيحاول يلقاو الطريقة اللي غادي يطيحوا بها السيد فوزي القجع، خصوصا من بعد ما بيحهم العجل رئيس الاتحاد الافريقي موتسيبي، فهما ولا عندهم طموح كبير ولاو باغيين يطيحوا السيد فوزي القجع. نخليكم تضحكوا شوية مع الإعلام ديال الكراغيلة، نتمنى أنكم تفاعلوا مع الفيديو بشكل كبير، ما تنساوش تدعمونا بلايك، الناس اللي مازال ما مشتركينش معنا اشتركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. إن شاء الله كي نتكلموا على احتضان هكذا منافسة رفيق نتحدث على بلدان منافسة ومن ضمنها المغرب. تحدثت عن أهمية أن يكون للجزائر لوبي في مكامن صناعة القرار في الاتحاد الإفريقي، ونتحدث هنا عن أمور تداس وتحاك في الخفاء من قبل اتحادات أخرى، ولا نقصد أي اتحاد ولكن أنت أدرى بهذه الأمور. على سبيل المثال اليوم فيه عضو بارز في الاتحاد الإفريقي غاب عن هذه القرعة وهو فوزي القجع رئيس الاتحاد المغربي. كيف يمكن للجزائر أو الاتحاد الجزائري وجهيد زفزاف أن يحد من خطورة اللوبي المغربي إن كان إن أراد أن يتعرض للجزائر؟ نتحدث هنا عن المنافسة، لا أقول أنه يحاك له دسائس خبيثة أو شيء من هذا القبيل، ولكن تحدث على منافسة رياضية. شوف، مهما يكون يعني حنكة أي رئيس اتحادية يجب أن يكون هناك دعم سياسي. الآلة الدبلوماسية مهمة ومهمة جدا، واليوم أنا نشوف اختلاف كبير بين واش كان حاصل في وقت سابق واليوم. هناك إرادة سياسية قوية جدا من أجل إعادة قلب الموازين، ونعطيك أنا أدلة. في وقت ليس بالبعيد خالد الدين زطشي يعني راح فوطا ضد الصحة الغربية من حيث لا يدري، يعني ما هو ما كانش على بالو، ما قراش مي با لور دو جور، ما على بالوش، يعني كي قال لك عضوية باش نمنح عضوية لبلد جديد في افريقيا لازم يكون عنده العضويه بارونتير في لوني، هو ما فهمهاش بون جو سي با. ولكن اليوم الدوله الجزائريه لا ريكتي في لوتير، قلت لك في قضيه زفزاف في لا تونزاني كي راح عاود هضر لا بليدي بور يعني الغاء هذيك لا ريزوليسيون، يعني تحس بلي الدوله حضره. اثنين، غيابه ربما عنده عدة قراءات، ولكن الشيء المؤكد أنه رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اللي خلى زفزاف يهضر لمدة طويلة جدا اليوم ما نقولش اللي فافوراب سي فري ديال الجيري يقول لك عندنا هيكل رياضية وحنا اون بروفي. اثنين، كيخلينا لو سيت تاعنا با سي امبورطون، يعني عندك ان بوان اليوم او نيفو دو لا كاف مالغري كو لو رابور تاع لجنه التفتيش والمعاينه كان دي فافورابل. هذا يعطيك مؤشرات قويه على انه بدات موازين القوى بدات تتغير. ثلاثه، اليوم رئيس الاتحاد الافريقي قال بلي الجزائر عندها امكانيات، ولكن لازم تكون حذر لانه قال نوتر ديتاي إلي بور يعني التنظيم المشترك للكان، يعني بلدين أو ثلاث بلدان، يعني التنظيم المشترك للكان بلدين أو ثلاث بلدان. البلدان الضعيفة، هل اليوم نقول المغرب مثلا يقدر يدير لاكان مع موريتانيا مثلا سكو لي فافوراب إلي فافوراب الجيري عندها أثنى عليك أو في بلادك، وهو هي ممكن حقيقة بلي رانا بها، ولكن قال هذا لا يعني أنه راح يساند ملف الجزائر. دفتر الشروط هو اللي يحدد، ولكن أنا الحاجة اللي خوفتني شوية انه مال التنظيم المشترك اللي شفناه اون 2000 ما بين نيجيريا وغانا، نيجيريا وغانا، اذا كان تنظيم مشترك لاكاف تميليه ممكن انه ترشح تاع الجزائر راح يكون مهدد. لذلك علينا اليوم نعرفوا كل المعطيات التي تحاك على مستوى الكونفدرالية الافريقيه لكره القدم حتى نضمن ان الجزائر بمفردها تدي لورغانيزاسيون تاع لاكان. وقال في تصريح في الكونفيرونس، انا استقصيت صديقي زفزاف وقال لي لاجيري احتضنها خطره واحده، مجموعي صافي رئيس الكاف احتضنها خطره واحده. من غير المعقول حتى ولو كان تنظيم مشترك بين بلدين او اكثر
من المفروض الجزائر بانها نظمت العاب البحر الابيض المتوسط عندها ملاعب جديده، نظمت الشان راح تنظم لاوديسات، من المفروض عندنا القدره على اننا نحتضن لاكان، سورتو كو لالجيري دات اون سول فوا وبطريقه غير منطقيه، غير منطقيه، يعني هو يمثل لاكاف، يمثل رؤساء السابقين. لذلك انا يجب الحذر، يجب الحذر من لعبة الكواليس. ولكن المؤشرات الحالية، أقول الحالية، تصب اليوم في صالح الجزائر مقارنة بما كان عليه الحال في وقت سابق. شوف موتسيبي وش قال، ذكر رئيس الجمهورية وقال أنه رئيس الجمهورية الذي يدعم الكرة. يعني سادي سي كالكان كي سانتيريس او فوتبول يوزو انفراستركتور سي تري امبورطون ان كو دي امبورطون سا فو دير كو لا ديبلوماسي سا فو دير كو لي جون سون ديريير كونت ان ايتا كي تعود عندك دوله ودبلوماسيه قويه وتل اسمه. انا متفائل جدا اذا نجحنا من حيث التنظيم، من حيث ما نهضرش على ليزانفراستركتور سبورتيف، من حيث اذا نجحنا في الشان قول 70% قال في المداخله تاعو انه من غير المعقول انه الجزائر بهذه الامكانيات تدي اون سول فوا لقطه ظهري من غير طبيعي. لذلك المؤشرات راهي قويه جدا، وتكلم على رئيس الجمهوريه كثير، باسكو الهيئات الدوليه تحت تتعامل مع الدول، مع الهيئات الرسميه. ما دام حرص رئيس الجمهوريه على انه يكون يعني في الموعد ويخلي لوشان ينجح ويجهز لي زانفراستركتور، تعطيك ضمانات لاكاف انه الالجيري تقدر تنضم بسهوله كبيره. الاستقرار الامني والسياسي لعب دور كبير كبير جدا، نحن يعني كبلد في افريقيا في حيث نواجه مواجهه الكوفيد ولا امورات ولا من حيث الامن، من حيث الاشياء كثيره، انه الجزائر الحمد لله راهي مسموعه اليوم. ما على بالك باللي في افريقيا مازالوا الانقلابات، يعني بالامس في بوركينا فاسو، في بعض البلدان في بوركينا فاسو على ليبوك انغولا 2010 حياته يعني اشياء غريبه كابيندا عندنا كل في 2010 في الناس ماتت في كابيندا. اليوم من توغو في هذيك فريق توغو، فريق توغو اللي ضربوه. واليوم جو بونس مع موتسيبي انا عندي مؤشرات على انه احنا حاضرين دبلوماسيا. تكلمنا على قضية الصحراء الغربية وخلونا نتكلموا في مؤتمر تنزانيا. استقرار لا أمن لا عندنا هيئات نسيت خليناه، يعني عندنا مؤشرات إيجابية اليوم، يعني باش تكمل الحلقة أنه زفزاف رئيس الاتحادية الحالي دون أني راح يكونوا انتخابات المكتب التنفيذي، تجديد عضوية المكتب التنفيذي، راهم بارزون شمال افريقيا راح يكونوا مع ليبيا باسكو تونس عندهم الجريء، كان اون بلاص وقيلا مع ليبيا ما خدنيش الذاكره، يعني واحد فيهم يروح. اليوم لازم نعاود نقولوا لي زانستونس لازم يترشح، هو لازم يترشح رئيس الاتحاد. ولو ترشح وتدخل في البيرو اكزيكيوتيف معطيات كثيره تتغير، ويجب ايضا اذا دخل زفزاف يجب يقوي لي زانجيريا في لي زانستونس، يدي الناس اللي قويين ويدير تحالفات مع الجزائريين ومع الافارقه باش نديروا ديك الفتره. بعد 4 فبراير دونك الشان من 13 جونفي حتى 4 فبراير، انا نظن سو سخي انكور ان بون اكزومبل ابري لي جو ميتيرانيان اللي كانوا كل البعثات الأجنبية كل كانوا هما فخورين بالنظام بالمنشآت بالمركبات. أنا نظن الشانة دي إن شاء الله تكون في ظروف جيدة، وإن شاء الله نزيد نعطيه مثال لكل الشعوب إن شاء الله، باش تقدر في المستقبل تسهل لنا كما الترشح تاعنا لاخذ كاس افريقيا ان شاء الله، وحنا ننظموها ان شاء الله. يبقى بك نبيل في عجاله انه هذه المرافق الرياضيه الجديده واللي عندنا تهيئه لها لازم متابعه في عده بلدان عندهم يعني وكالات ولا هياكل صيانات لازم لك يعني لورغانيز اللي يتبع الا لي زافاسيون ان شاء الله ياخذوا لي غازو يروح ومن بعد سيدي كرادا يروح ان شاء الله. هذا اللي جان احنا مشنا مالفين بتنظيم هذا لي زيفينمون الكبار ان شاء الله مع ان شاء الله في غانيا شان كوبارا كوب دافريك دي 17 ان شاء الله هاد اللي جان ويزيد يربحوا خبره ان شاء الله ويعود لنا شان في المستقبل. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، خلوا لي الراي ديالكم في التعليقات باش ما تخلوش عليا بالراي ديالكم. الناس مازال ما مشتركينش معنا يشتركوا ويفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. شكرا لاي واحد كيدعم المحتوى ديالنا، كيف العاده نشوفوا في فيديو جديد وديما مغرب.